بك يا خير هاد قناتي ودك ما اسبيع اذا جماي اللي زدي الشرق شان هما بيروز كيم خدي بك هر سال بخير وخوشي بي علي ابو بندا دريكاني بو افي بيروز يا كما زين با ما يزدي هذا هيا روجي دجارة اف غوفانتي تاغيران سعد دهي سبه وسال سي عصر اف جماي شي خادي بماوي هف روجات تاغيران هر هف روجا ري ورسمك هيا هر چهار روزه بری گوفند و سمايا و قنتاره و هر سه روزه تالي برش باك و پرینه و روزا گاه گوفند راستی گلا کل با ما پیروز اوجی مثلا کسانی دست دینا دست به که قوال دین ده دبوش به بار لیدن خدمت کارن یعنی حاجاتی افت که تنه حجینا او گوفند دگرم گوفند داری کانی دبیش مگردن یا معنای سفر کت گوفند خود درس بگی و خیر و گونه تا دینا داشتند و چنابت یعنی کچکو کرک بکنن هاتش في دريك يعني كذا دست يك دت بنخش كبر عاد يك ونو تشي اف جه مقدسه امور كرنا يزد يا عبد الرجاء من في دارينهم هاتينا يعني مناسبات جماعي وامل في بن بنها تسبوع كامل ويعني قال لك يا خوش احمد في همو بينا في داري واذا تبع ملاتي خفي روزيت كم وما في هر سعر بخير وخوش بي وجلك مناسب بي ورسمك او بين قال لك يا بيروزا وغوفاندا ويا سعر خاص يا سعر بيروزا